السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. محاكمة رانيا يوسف بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح وجرائم كتير. يلا ندخل على تفاصيل الخبر على طول. طبعا كلكم عارفين رانيا يوسف وتصريحاتها الغبية اللي بتدل على جهلها وان هي مش عندها ذرة علم، يعني هي بس بتثير الجدل وخلاص. تصريحاتها عن الحجاب وان الحجاب مش فرض وان الحجاب اتفرض علينا، والمذيع يقول لها لا ده من 1400 سنة، تقول لا ده حاجة جدت علينا في السبعينات، وان نساء زوجات الازهر الشريف مش محجبين وتحجبوا في الفترة الاخيرة، واستشهدت يوم ما فكرت تستشهد استشهدت بحفلات ام كلثوم، على يعني على اساس ان اللي هيروحوا حفلة ام كلثوم دول هيكونوا ايه، يعني انا مش قادرة اعرف يعني. وكمان لما قالت عن مؤخرتها وقالت فأما بنعمة ربك فحدث، يبقى استشهدت في آية قرآنية في غير موضحها. وبعدين يعني ربنا ما قصدش الآية ان احنا نستشهد بجسمنا بحاجة في جسمنا، بالعكس هي مش فاهمة حاجة في اي حاجة. المهم بقى بعد كده اتحدث لها، كان المحامي المصري اشرف ناجي قدم بلاغ ضدها في دعوة ان هي في احد اللقاءات التلفزيونية ظهرت لما كانت زهرة مع نزار الفارس وهي بتتكلم عن مؤخرتها وانها تعمل عليها وشم وانها تقول فاما بنعمة ربك اما بنعمة ربك فحدث. طبعا كل التصريحات ديت لما تقدم معاها 88 بلاغ اتحدد لها، اتحددت نيابة جناح قصر النيل يوم 21 فبراير المقبل لعقد اولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وإزدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة، يعني حاجات كتيرة قوي اتقدمت ضدها. بس المشكلة ان حتى لو اتحكم عليها الحكم المنتظر من 6 شهور لثلاث سنين، بصراحة حكم هين قوي. يعني دي لو واحدة غير هتاخد مؤبد، يعني دي بتعمل كل حاجة وحشة، عايزة تثير الجدل. يعني دي واحدة زيها زي سما المصري، يعني سما المصري هي مش افضل منها بحاجة رانيا، يعني دي المفروض كانت زيها وتتعاقب زيها وتتوقف زيها، انما لحد قريب قوي بتظهر عادي على شاشات التلفزيون. بس اتمنى يكون الحكم رادع شوية، لان هي غلطت كتير وغلطت في الدين، يعني دي حاجة ثوابت، غلطت في الدين وفي نساء زوجات الازهر واتكلمت عن آية قرآنية في غير موضوعها وغير محلها، يبقى هي فعلا تستاهل العقاب. وانا قلت اقول لكم الخبر ده لانه هو مفرحني انا شخصيا، فربنا يا رب يهديها، يمكن ربنا يهديها. بس الناس ديت هتطلع، حتى لو اتسجنت هتطلع وتعمل نفس اللي بتعمله. بشكركم جدا جدا على المتابعة، شكرا، سلام عليكم.